مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم شرح جديد لهذا الموقع اسمه هنا mall.az. كما ترون as mall، هذه هنا طريقة التسجيل. هنا تدخلون الايميل الخاص بكم، وهنا اللوجين باسورد والكونفير باسورد، هنا ترانزاكشن باسورد، هنا السيكريت انسور. يمكنكم الضغط على ريجسترنا هنا للإيداع، لا للتسجيل أقصد. طبعا هذا الفيديو ترويجي فقط، وأنا صاحبة بالإيداع لهذا كنتم متأكدين من الموقع. طبعا الموقع جديد، هذه الواجهة الرئيسية الخاصة به. إذا هنا لديكم الكومباني بروفايل، يمكنكم رؤية البروفايل الخاص بكم. هنا يقول ويلكم، هذا رابط الخاص بهم، وهنا هذا الجروب الخاص بهم، وهذه الكوستمر سيرفيس كما ترون. هذا هو الجروب الخاص بهم، يمكنكم الانضمام إليه. وأيضا هنا الأوفيسيال، هنا يمكنكم الانضمام إليهم إذا أردتم أي سؤال. أقل شيء للإيداع هو 2 دولار، وأقل شيء للسحب هو 1 دولار. إذا 0 دولار فيز. هنا ديلي تاسك في أي بي 0، هنا 100% تحصلون على 2 دولار مباشرة. في اي بي الاول 10 دولار من هنا كما ترون، في اي بي الثاني، وحتى في اي بي الثامن. اذا هذه كانت الكومباني بروفايل، وكما ترون هنا لديكم الريشارج للايداع، وهنا السحب، وهنا الريلز ايضا فيها نفس الشيء. هنا لديكم الفي اي بيات سوف نراها بعد قليل. هنا الكوميشن نوتيفيكيشن كما ترون، تظهر هنا جميع هذه الأشياء. إذا نذهب إلى طريقة الإيداع. أولا يمكنكم الضغط هنا على ريشارج، سيعطيكم هذه المحفظة. يمكنكم عمل سكان لهذا الكود أو الضغط هنا كوبي لهذه المحفظة. إذا يمكنكم الإيداع عن طريق باينانس، ولكن أقل شيء للإيداع هو 10 دولار. يمكنكم من هنا شراء العملات الرقمية، يمكنكم الضغط مثلا هنا على باي، وتختارون أي عملة من هنا. هنا تختارون العملة، يمكنكم اختيار USDT مباشرة مثلا من هنا اليورو، تعطيك هذا المبلغ. يمكنكم الضغط على Continue، يمكنكم شراؤها من هنا. إذا ويمكنكم الدفع أيضا عن طريق Binance، ولكن نحن سوف ندفع عن طريق الترندينج. إذا يمكننا أن نضغط على سند وندخل هذه المحفظة هذه، ونضغط على نيكست، وندخل هنا 2 دولار، ونضغط على سند، هذه هنا الفيز وكل هذه المعلومات. نضغط على ساين. إذا تم إرسالها بنجاح كما ترون. فيو ديتيلز كما ترون، تم إرسالها بنجاح. إذا سنرجع إلى الموقع وسنضغط على هذه سبميت، وسننتظر حتى تظهر في الحساب الخاص بنا، ولا سننتظر حتى تظهر. إذا هنا لديكم التاسك، تظهر لكم هنا التاسك والكمبليتد إلى غير ذلك، وهنا هذه الفي اي بيات. نحن الآن لدينا 0 دولار، بعد أن نقوم بشحن 2 دولار هنا هذا هو السعر. سنضغط على جوين ناو، وستعطينا أرباح. هنا الفي اي بي الأول كما ترون، يمكنكم الضغط على جوين ناو ب10 دولار، والربح اليومي يظهر لكم من هنا، وتصل حتى في اي بي 8 ب10000 دولار، مع ربح يومي 1 دولار كما يقولون هنا. ارباح قليلة نوعا ما، لذلك يمكن ان يستمر الموقع طويلا كما ترون. كل هذه الارقام هنا 0.5، إذا هكذا تحصلون على ديلي بروفيت جيد وجيد نوعا ما. إذا سوف نرى هل وصلنا المبلغ. كما ترون البالانس 2 دولار، يمكننا الرجوع هنا ونختار. كما ترون أصبحنا الآن في الفي اي بي 0،
الفي اي بي الأول هو ب10 دولار. يمكننا الذهاب الآن إلى التاسك. نذهب إلى الهوم من هنا. كما ترون تم فتح هذه الفي اي بي. إذا سوف نضغط هنا وسوف نكمل هذه المهمات. مهمتين كل واحدة بنصف دولار تقريبا. نضغط هنا. إذا هكذا أكملنا الليست الخاصة بنا. هنا completed كما ترون قمنا بإكمالها. وإذا ذهبنا هنا انتهت لليوم. كل يوم يمكنكم الرجوع إلى هنا. هنا كما ترون البالانس أصبح 3 دولار والربح 1 دولار. يمكننا الضغط هنا على withdrawal. هنا علينا إضافة withdrawal method. سوف ندخل المحفظة الخاصة بنا التي سنسحب عليها. هنا ندخل الباسورد ونضغط على submit. كما ترون تمت إضافتها بنجاح. إذن نرجع إلى الويذدراول. إذن سندخل هنا المبلغ 1 دولار. وهنا سنختار المحفظة ونضغط هنا على submit. إذن application withdrawal successful. وسننتظر حتى تصل هنا لكي نريكم إثبات السحب. إذن وأيضا لديكم هنا التيم. يمكنكم الترويج للرابط الحالي الخاص بكم. هذا هو الريفرال كود. وهذا هو الانفيتيشن لينك. يمكنكم الضغط على كوبي من هنا ويظهر لكم التيم سايز من هنا والتيم ريشارج والتيم ويدرول. هنا ريفرال ريورد ديتيلز. تجدون جميع هذه المعلومات من هنا. وايضا يمكنكم رؤية هنا الريودز الانفايت فريند انجوي 10% الليفل الأول و3% الليفل الثاني و3% هنا الليفل الثالث. إذا سننتظر حتى يأتينا السحب لكي نريكم الإثبات. إذا كما ترون قد وصلنا بنجاح سكسس. كما ترون 1 دولار. وهذه المحفظة الخاصة بنا وصلنا بنجاح. هذا هنا التاريخ. إذا تقريبا كان كل شيء عندنا في هذا الفيديو. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك ليصلكم جديدنا دائما.